طب علمينا كام حركة ايه؟ اوكي، احنا بس يستحسن لو عندنا سجادة يوجا بنلعب عليها واحنا مش لابسين الجزمة، على اليوجا عامة ما ينفعش معاها جزمة. عشان نحس بالأرض أكتر، اوكي. وإن سجادة اليوجا بتبقى زي يعني مكان بنتمرن عليه ونضيف، أوكي. فمش هنيجي بالجزمة ندوس عليه، طبعا غير لو حد ليه مات تانية بيتمرن عليها بالجزمة، يستحسن يبقى في فرق ما بين دي ودي. اوكي. لو عندنا اليوجا مات، يستحسن ان الواحد بيبدأ يسخن، ما يبدأش كده على طول وجسمه مش متسخن. ففي تمارين ممكن نبدأها، بنسميها تحية الشمس. اوكي. ببدأ وانا واقفة اول المات، وباخد نفس، ابدا ارفع دراعي، اطلع النفس، بنزل، هي كذا حركه ورا بعض، بس الهدف منها اني بسخن. ارجع نص المسافه، وهتلاحظوا كل جسمي في خطوط مستقيمه بالظبط. هرجع بعمل بلانك، برضو جسمي مشدود، مش مثلا وقع زياده كده، كام حمل على ظهري كده، مش شد عضلات بطني في النص، انا شد كل العضلات، بنزل على ركبتي. دي تمارين سريعة بس للتسخين. اوكي. بفرد ظهري كده، بص لورا، بلف صوابع رجلي وارفع وسطي لفوق، وابقى عاملة زي المثلث، بثبت هنا شوية. ولما حد يجي يعمل التمارين دي، مهم ان دراعه يكون بيزق الارض، مش محملة على ايدي. اوكي. وببدأ تاني للاول، اول المات، نص المسافة، دي زي ستريتشز يعني. وبعملهم زي 3 4 مرات ورا بعض عشان جسمي بس يسخن، لو بالزبط. حد مش مسخن، لو حد عايز حاجه سريعه ممكن يسخن عادي جدا، اللي هو ينط حاجات بسيطه كده ويبدا يعمل الحركات التانيه، بس لو هو اوكي. لسه مش مسخن وفي الاول ما يعملش الحركات دي على طول. اوكي. بالنسبه للوسط، ممكن نخلي الرجل اليمين قدام الشمال ورا، وكعب الرجل فوق، وبظبط ركبتي فوق الانكل، وبرفع ايدي فوق، وبثبت هنا شويه. كل حاجه ممكن نثبت 5 عدات او 10 حسب المستوى بتاعنا. بثبت، ممكن بعد كده انزل. احنا كده دلوقتي ابتدينا يوجا ولا؟ اوكي. دي تمارين للوسط شويه، عشان برضو لو بنقعد كتير. اوكي. هوسع المسافه قوي، هتلاحظي ازاي انا وسعت المسافه ما بين رجلي علشان اسخن الوسط. اوكي. وهبدا احس بشد، وارفع ايديا لفوق، وما بقاش مايله لقدام، تبقي جسمي ستريت. في النص. اوكي. وبفضل اتنفس زي التمرين اللي عملناه في الاول. كل ده بقى للوسط، فهبدا مثلا من هنا ازق وافرد رجلي كذا مره. انا ممكن يبقى في حركه بعملها بعد كده ثبات. اوكي. كتسخين برضه. فعشان كده انا بقول ان اليوجا مش ثبات بس، هي فيها حركه، في تمرين. فدي كده حاجات للوسط. ممكن بعد كده زي باترفلاي، الفراشه، بنضم القدم على طول، ظهري مفرود، بقرب رجلي وابدا احرك ركبتي لتحت. اوكي. عشان قلت لك مع الكتاف، الوسط من اكتر الاماكن اللي بيكون فيها زي شد او التنشن، فيستحسن نعملها كتير. وزي ما بدأت اهو بحرك، وبعد كده هبدأ اثبت مع النفس بقى، باخد نفس، بطلع النفس، وببدأ ازق ركبتي للأرض وبميل بجسمي لقدام، باخد نفس، بطلع النفس، وبقرب اكتر. فعشان كده النفس مهم قوي. اوكي. حلو قوي كده. يعني انتي فتينا واحنا اول ما نصحى نتنفس ازاي، وعلمتينا نعمل ايه لو احنا على مكتب، وبرضه ورتينا شويه تمارين حاجات ان احنا نقدر للوسط نعملها في البيت قبل ما نروح الشغل او في الاخر.